بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودين الإسلام مبني على أصلين، على أن يعبد الله، على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دين الإسلام مبني على أصلين يقوم عليهما. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيء، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتجنب البدع والمحدثات، تتجنب البدع والمحدثات التي ما لم يشرعها الله ولا رسوله. وهذا هو معنى محمد رسول الله. إذا كان رسول الله فلا بد أن يطاع ويتبع، هذا مقصود الرسالة، أن يطاع ويتبع فيما جاء به، ولا يحدث شيء لم يأتي به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا هو ما جاء في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أهل الجنة، لما قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الله جل وعلا رد عليهم فقال: بلى يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن، بقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله تبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا للأصلان، الإسلام إسلام الوجه والإخلاص، إسلام الوجه هو الإخلاص لله واتباع ملة إبراهيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو إما الشرك وإما البدع، وكلها مردودة. نعم. وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، فالإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هو معنى أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم. فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما. نعم. والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. الله جل وعلا له حق، وهو إفراده بالعبادة. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق
العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم له حق، الله له حق والرسول له حق. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. والرسول صلى الله عليه وسلم الحلال ما حلله الرسول صلى الله عليه وسلم، الحرام ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين يعني العبادة ما شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ما شرعه لعباده، فهو واسطة بين الخلق وبين الله في تبليغ الرسالة، وليس واسطة بين الله وبين الخلق في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات كما عليه القبوريون. فشيخ الإسلام يقول هناك واسطة من أنكرها كفر، وهي الواسطة في تبليغ الرسالة، هذه من أنكرها كفر، وهناك واسطة من أثبتها كفر، وهي جعل الواسطة بين العبد وبين الله في قضاء حوائجه، هذه من أثبتها كفر. نعم. وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم. هذا معنى واسطة من أثبتها كفر، وهي الذي يزعم أن الله لا يسمع دعاءنا ولا يستجيب إلا بواسطة تبلغه ذلك وتشفع عنده، هذه الواسطة من أثبتها كفر. نعم. وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده. نعم. هذا رد للواسطة بين الخلق وبين الله في قضاء الحوائج كما عليه القبوريون والمشركون. نعم. وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم. ولهذا قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هل الله بحاجة إلى أن يبلغ حوائج عباده وهو لا يدري عنها ولا يعلمها؟ نعم. والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها، فهو مسبب الأسباب. إذا جاءك شيء على يد إنسان يسر الله لك رزقا أو حل لك مشكلة على يد إنسان، فإنما هو سبب وليس واسطة، والله خلق الأسباب ومسبباتها، فهو سبب وليس واسطة. نعم. والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسأله من في السماء. هذا معنى سورة الإخلاص: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذه السورة فيها نفي وفيها إثبات. الأحد الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، نفي أن يماثله أو يشابهه أحد من خلقه. نعم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا كما في القرآن:
في سورة الرحمن، يسأله من في السماوات والأرض، كلهم يسألون الله، الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون، كل العباد يسألون الله جل وعلا، فقراء إليه، كل يوم هو في شأن يقضي حوائج عباده، ولا تغلطه كثرة المسائل أو تنقص ما عنده من الخزائن. نعم. فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه وهو سبحانه. والعجيب أنهم يسأله أهل السماوات والأرض في لحظة واحدة، يسألونه في لحظة واحدة ويسمعهم كلهم، ولا تختلف عليه لغاتهم ولا تلتبس عليه حوائجهم. نعم. فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا. نعم، يسمع الجميع ولا يلتبس عليه كثرة السؤالات أو تختلط عليه، بل هو يسمعها ويعطي، يجيب من سأله على اختلاف حوائجهم، ولا ينقص ذلك من ملكه وخزائنه شيئا. نعم. لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، ولا يغلطه نعم، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم. أنت لو كلمك اثنان في آن واحد غلطوك ولا تدري أيهما. الله جل وعلا يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كلهم يسألونه في آن واحد ولا يغلطونه. نعم. ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين. يعني لا يكره، لا يتبرم من كثرة الأسئلة وإلحاح الملحين، بل يفرح بذلك سبحانه وتعالى. نعم. ولا يبرمه إلحاح الملحين، بل يحب الإلحاح في الدعاء. نعم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى غير ذلك من مسائلهم. كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مشكلات، فيتولى الله الجواب عنها، ويأمر رسوله بأن يبلغهم جواب الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا لماذا الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، الله أجابهم بغير ما سألوا، قال قل هي مواقيت، لأن السؤال عن الهلال لماذا يكبر وكيف يصغر لا فائدة فيه لهم، وإنما فائدتهم أن يعرفوا الحكمة من الإله، من الهلال يعرفوا الحكمة، وهو أن الله خلق هذه الأهلة مواقيت للناس، يهون بها انتهاء الشهر، انتهاء الآجال، دخول شهر الصيام، دخول شهر الحج، غير ذلك، ويعرفون بها أيضا آجال المعاملات والديون، فيها منافع للناس، فكان اللائق أن يسألوا عن فائدتها ولا يسألوا عن حقيقتها، وهذا ما يسمونه أسلوب الحكيم، أن يجيب السائل بغير ما سئل عنه إذا كانت المصلحة للسائل في ذلك، هذا أسلوب الحكيم. نعم. ويسألونك ماذا ينفقون قل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين
واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونه أين يقسمون نفقاتهم، الله بين لهم مصارف النفقات، الله هو الذي أجاب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، سألوه عن الكلالة ما المراد بها المذكورة في أول السورة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، سألوا ما هي الكلالة، أجابهم الله في آخر السورة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، في آخر الآية. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، اعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم، فالله هو الذي يجيب على أسئلتهم ويبلغهم الرسول إجابة الله على أسئلتهم. نعم، فهو واسطة كما سبق، الرسول واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من الصحابة إلى ناس من المشركين فصادفوهم في بداية شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة شهر حرام يحرم القتال فيه، فالصحابة أغاروا عليهم وقتلوا منهم وأخذوا ما معهم، فالمشركون عيروا الصحابة في أنهم قاتلوا في الشهر الحرام، وهذا خطأ بلا شك، هذا خطأ وقع. فرحوا المشركون، فرحوا بهذا الخطأ وصاروا يعيرون المسلمين. أنزل الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني عن القتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبير يعني معصية كبيرة، هذا خطأ. ثم ذكر ما عندهم من الأخطاء العظيمة، كيف تعيرون المسلمين بخطأ ارتكبوه عن اجتهاد ولا ترون ما عندكم من الأخطاء؟ صد عن سبيل الله، من هو الذي صد عن سبيل الله؟ المشركون، وكفر به، من هو الكافر؟ المشركون. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، من هم الذين أخرجوا المسلمين من مكة؟ هم المشركون. والفتنة أكبر من القتل، امتحانكم للناس على دينهم لأجل أن يرجعوا عن دينهم هذا أكبر من القتل، الفتنة عن الدين أشد من القتل، كونه يقتل الإنسان متمسكا بدينه ولا يفتن عن دينه ويموت على غير دين، وهذا كله من جرائم المشركين، فكيف تنتقدون المسلمين على خطأ واحد وقع من بعضهم عن اجتهاد ولا تنظرون إلى الأخطاء التي عندكم الفظيعة؟ نعم. إلى غير ذلك من مسائلهم، فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني. نعم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والله قريب مجيب، قريب في علوه، علي في دنوه، فهو قريب وهو علي فوق مخلوقاته، وقريب ممن سأله. نعم. فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلم يقل سبحانه فقل، بل قال تعالى:
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قريب من عباده. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو فوق العرش سبحانه، فوق مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء، يسمع ويرى، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره وتحت قدمه. وهذا الحديث في الصحيح من غير وجه. نعم، وهذا الحديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، هذا فيها أن الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم لوجه عبده المصلي، يسمع دعاءه ومناجاته ويجيبه سبحانه وتعالى. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فهو يجيب سبحانه المصلي إذا قرأ الفاتحة. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذا دليل على أن الله قريب من المصلي، قريب من المصلي مع علوه فوق عرشه، قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى. نعم. ولا عن يمينه، فلا يبصق قبل وجهه، لأن الله قبل وجهه. ولا عن يمينه، لأن الملك الذي يكتب الحسنات عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه. وهذا إذا كان في غير المسجد يبصق تحت قدمه، ما إذا كان في المسجد لا يبصق تحت قدمه، ولكن يبصق في منديل أو في كمه. نعم. وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه، مع قربه من عباده هو فوق سماواته على عرشه. نعم. وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه، سيأتي تفسير معنى بائن. نعم. ليس في بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. هذا معنى بائن، يعني منفصل، فصل عن خلقه. ليس في ذات الله شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، بل هو فوق المخلوقات، فوق السماوات، فوق العرش. نعم. وهو سبحانه غني عن العرش. ولا يتصور أحد أن معنى قوله استوى على العرش أن الله محتاج إلى العرش، أنه يقله، أن العرش يقله سبحانه، وأنه محتاج إليه كما يحتاج الراكب إلى ما تحته. الله غني عن، بل العرش هو المحتاج إلى الله، هو الذي يحمله، هو الذي يمسكه سبحانه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكه، أي ما إن بمعنى ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. فالعرش هو المحتاج إلى الله، والله غني عن العرش. وهذا بخلاف الإنسان إذا كان على سطح أو على باخرة أو على ظهر دابة، فهو محتاج إلى هذا الشيء ليحمله. نعم. وهو سبحانه غني عن العرش وعن سائر المخلوقات. نعم. لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش.
نعم. وقد جعل تعالى العالم طبقات ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله. هذا يعني تقريب، هذا تقريب، كيف يكون الله فوق المخلوقات وهو ليس بحاجة إليها تقله وتحمله؟ كيف يتصور هذا؟ قال لك هذا متصور حتى في المخلوقات، بعضها فوق بعض وليس الأعلى بحاجة إلى ما تحته. السماوات فوق الأرض وهي ليست بحاجة إلى الأرض، السحاب فوق الأرض وليس بحاجة إلى الأرض. نعم. وقد جعل تعالى العالم طبقات ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله، فالسماء لا تفتقر إلى الهواء والهواء لا يفتقر إلى الأرض. نعم. فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل. نعم. إذا كانت المخلوقات لا يفتقر بعضها إلى بعض، لا يفتقر بعضها إلى بعض، إذا كان بعضها فوق بعض، فلا، ليس السماء بحاجة إلى الهواء وليس الهواء بحاجة إلى الأرض، كل مخلوق مستقل لا يحتاج إلى الآخر. وما ثبت للمخلوق من الكمال فالخالق أولى به، الخالق أولى به. فإذا كان هذا في المخلوقات لا يفتقر الأعلى منها إلى ما تحته، الله أولى بأن يكون غنيا عما تحته سبحانه وتعالى. نعم. بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له شبيه، ليس له شبيه يكافيه ويماثله. نعم. الذي كل ما سواه مفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواه. كل ما سوى الله فهو مفتقر إلى الله، والله غني عن كل ما سواه. نعم. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. يكفينا هذا البسط وهذا التوضيح. نعم. قد بين فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله قولا وعملا. نعم. فالتوحيد القولي مثل سورة التوحيد قولي وعملي. التوحيد قسمان على سبيل الإجمال، نوعان على سبيل الإجمال: توحيد علمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد عملي وهو توحيد العبودية والألوهية. الأول في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا في توحيد الربوبية. والثاني في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في راتبة الفجر، لأنهما يشتملان على نوعي التوحيد: التوحيد العلمي الخبري والتوحيد العملي. نعم. فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. التوحيد القولي العملي العلمي، التوحيد القولي العلمي. نعم. والتوحيد العملي: قل يا أيها الكافرون. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، لأنهما يشتملان على نوعي التوحيد. نعم. وقد كان أيضا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في الركعة الثانية بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. وكان أحيانا يقرأ في
راتبة الفجر الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الآية الأولى في التوحيد الربوبية، التوحيد العلمي الخبري، والآية الثانية في سورة آل عمران في توحيد العبادة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يقرأ بهما في ركعتي الطواف وفي راتبة الفجر لأنهما يشتملان على التوحيد بنوعيه. نعم. فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيمان القولي والعملي، فقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. نعم. وقوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا، سورة آل عمران، ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم، هذا يتضمن التوحيد والإسلام. نعم. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية إلى آخرها يتضمن الإسلام والإيمان العملي. نعم. فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان، وهما في هاتين الآيتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب. مع الاختصار، فإن التوحيد هو سر القلب، فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان. وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد. والله تعالى أعلم. تم الكتاب ولله الحمد والمنة. الحمد لله، رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، فقد بسط في هذا الكتاب من العلم الغزير المفيد الشيء الكثير، ومع هذا يقول إنه مختصر وإنه سؤال وجواب، ولكن فيه خير كثير ونفع غزير. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخبر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أن الطاعة حق مشترك بين الله ورسوله، كقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. لكنه قال في درس اليوم ولا يدعى إلا الله ولا يطاع إلا الله. نعم، الأصل أنه لا يطاع إلا الله، والرسول مبلغ، يطاع الرسول أيضا يطاع لأنه مبلغ عن الله، فأصل الطاعة لله سبحانه وتعالى، وإنما الرسول مبلغ لطاعة الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إطلاق لفظ مبرأ من العيوب على الله سبحانه وتعالى؟ منزه أحسن، وإذا قلت مبرأ أو بمعنى منزه لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكتب التي فيها تأويل الاستواء بالاستيلاء هل يجب على الإنسان أن يتلفها؟ وهل من احتواها يكون مبتدعا؟ لا يتلفها الإنسان، لأن فيها علم وفيها فوائد عظيمة، ومسألة فيها تأويل تجنب التأويل ويعرف أنه غير صحيح وينتفع بالكتاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بالمماسة للعرش أو عدمها هل يشرع البحث فيها؟ القول بالمماسة للعرش، مماسة الذات الإلهية للعرش أو عدم ذلك؟ ما أحد قال هذا، هذا سؤال عن الكيفية، هل الله مماس للعرش أو غير مماس؟ هذه سؤال عن الكيفية، لا نحن لا نعلم هذا ولا نبحث فيه.
نحن نثبت أن الله استوى على العرش، وأما قوله من غير مماسة هذا تكلف لا نبحث فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره، فكيف الجمع بين هذا وبين الأحاديث التي تذكر بأن هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال؟ يكتب السيئات، اللي عن الشمال يكتب السيئات، وقد الله أعلم أنه في الصلاة يتخلى عن العبد، لأن الصلاة ما فيها سيئات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة مذمومة، والمذمومة إلى بدعة محرمة دون الشرك وبدعة شركية، هل هذا التقسيم صحيح؟ هذا كله يرده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تقسيم في البدعة، كلها ضلالة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هل يدخل هذا في حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتشتمل هذه الآية على الإخلاص والاتباع؟ هو الأصل، هذا هو الأصل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها، أما من يقولها ولا يعلم معناها هذا لا فائدة له من قولها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب المصلي يناجي ربه عز وجل، ما معنى هذا التبويب؟ نعم، يدعوه، يناجي ربه يعني يخاطب ربه ويدعوه: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. من هو يناجي ومن هو يدعو؟ يدعو ربه عز وجل. نعم. والمناجات هي الصوت الخفي، والمنادات هي الصوت المرتفع. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يعني موسى عليه السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: النهي عن بصاق العبد قبل وجهه أو عن يمينه، هل هو خاص في الصلاة أم عام في الصلاة وغيرها؟ عام، أيبصق الإنسان أمام وجهه، هذا من سوء الأدب، لكن يبصق عن يساره أو في كمه أو في منديل معه أو عن يساره على الأرض إذا لم يكن عنده أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم؟ خففوا على أنفسكم، لأنهم كانوا يجهرون ويكلفون أنفسهم بالجهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح الاستدلال بقوله سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هل يصح الاستدلال بها على عدم جواز الاستعانة بالجني المسلم؟ بلا شك أنه الله عاب هذا مطلقا، عاب هذا مطلقا، فالإنس لا يستعينون بالجن ولا يستعينون بالغائبين ولا بالأموات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني، قال رحمه الله: فلم يقل سبحانه فقل، بل قال فإني قريب، فما المراد بهذا؟ الله أعلم، يعني الله لم يقل، لأن القرآن كما تعلمون بليغ، القرآن أعلى درجات البلاغة، فلا يذكر إلا ما هو يفتقر إليه الكلام، والكلام لا يفتقر إلى قل، هنا لا يفتقر إلى كلمة قل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تحريم القتال في الأشهر الحرم هل هو باق إلى الأبد؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه منسوخ، الصحيح أنه منسوخ في قوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا المراد به خطاب لولاة الأمور أن يجاهدوا المشركين في كل وقت، في كل وقت،
ولم يستثني وقتا دون وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والمراد بالأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم ليس الأربعة، وإنما المراد بها أشهر السياحة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، والمراد بها المدة التي أعطاها الله للمشركين بعد نبذ عهدهم إليهم، أعطاهم فسحة أربعة أشهر ثم بعدها يقاتلون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي أشهر الفسحة والسياحة، حينئذ يقاتلون. وهذا من أدلة نسخ الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا مسألة العذر بالجهل، وهل كل من جهل، وهل كل جهل يعذر به صاحبه، وهل هناك فرق بين جهل عدم بلوغ الحجة والجهل الناتج عن الإعراض؟ أنا أشوف أنهم أكثر من هذا، يريدون أنهم يعذرون عباد القبور وعباد الأضرحة، وهذه مغالطة، لأنهم ليس لهم عذر. الجهل الذي يعذر به هو الذي لا يمكن زواله، لأن يكون الإنسان في مكان ليس لم يبلغه شيء، وليس عنده أحد يبلغه ويسأله، هذا يعذر بالجهل إلى أن يتيسر له التعلم وسؤال أهل العلم. أما العالم الإسلامي اليوم فلا يعذر أحد بالجهل فيهم، لوجود القرآن ولوجود السنة ولوجود العلماء ولوجود الكتب، فلا يعذر أحد بهذا لأن بلغتهم الحجة. نعم. فالجهل الذي يعذر به هو الذي لا يمكن زواله، أما الجهل الذي لا يعذر به فهو الذي يمكن زواله، ولكن صاحبه لا يسأل ولا يهتم، وهذا ما عليه غالب هؤلاء، أنهم لا يهتمون ولا يسألون، بل لا يقبلون أيضا، إذا بلغوا لا يقبلون ويعيرون من يبلغهم، يقول هذا متشدد، هذا متطرف، هذا متشدد، هذا تكفيري، هذا وهابي، إلى آخر ما يقولون، ولا يقبلون الحق. هؤلاء يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل لأنه بلغتهم الحجة، لكن ردوها، بلغتهم الحجة وردوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل هناك مرجع موثوق ينصح به فضيلتكم في هذه المسألة؟ القرآن والسنة، المرجع هو الكتاب والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رجل متزوج وعندي ولد وست بنات، وزوجتي تطالبني أن نذهب إلى طبيبة تستطيع بإذن الله أن تجعل الحمل ولدا، بحجة أنها تريد أن يكون لولدها أخ ذكر، فهل فعلنا هذا جائز؟ وهل الطبيبة تخلق ولدا لم يخلقه الله؟ هذا كله من الكلام الفاضي، كله من الكلام الفاضي، ولا يمكن أن أحد يخلق ذكر. أجل تجينا مسألة اللي يخلقون الأجنة في الأرحام، هذا كله من الكلام الباطل. نعم. ولا يسأل الله أن يرزقه، وأما أنه يحاول أنه يخلق ذكرا بدل الأنثى، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توليت أموال أيتام وأنا أعمل فيه وأنميه، هل يحق لي أن أقترض منه؟ لا يحق لك أن تقترض منه، هذا أمانة عندك، والأمين لا يأخذ شيء من مال المؤتمن، لا يأخذ شيء. نعم. إذا اقترض من غير مال
القاصر، اقترب من أصحابك، من زملائك، من أصدقائك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أعطي مالا ليتاجر به، يشتري بضائع ويبيعها على العملاء، هل يجوز له أن يبيع على نفسه كأنه يبيع على الزبائن وبنفس الشروط من غير علم صاحب المال الأصلي؟ رجل أعطي مالا ليتاجر به، هذا وكيل، إذا أعطي مالا يبيعه نيابة عن صاحبه فلا يشتري منه شيئا لنفسه إلا بإذن صاحب المال، فالوكيل لا يأخذ شيئا لنفسه أبدا إلا بإذن الموكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخي وشقيقي أو أخي شقيقي يسكن معي في البيت مع يقول أخي الشقيق يسكن معي في البيت مع زوجته، ولنا غنم وإبل مشتركة، حصل أخي على جنسية في إحدى الدول بطريقة محرمة، سؤاله هل المال الذي يأتي عن طريق أخي حرام ولا يجوز أن آكل منه؟ إذا كان اكتسبه من وجه محرم فهو حرام، اكتسبه من الربا، من القمار، من الغش، فهو حرام. أما إذا كان اكتسبه بالبيع والشراء الذي ليس فيه حرام، أو اكتسبه بالاحتراف والعمل ليس فيه حرام، هذا حلال، لكن يأثم على الكذب والاحتيال، يأثم عليه. وأما ما كسبه بطريق مباح فهو حلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عدت إلى بلدي فبماذا ينصحني فضيلتكم؟ هل أبين للناس العقيدة الصحيحة مع العلم أني أجد مشاكل مع الصوفية، أم أبين للناس أمور الصلاة وباقي العبادات؟ انصحوني بما ترونه حفظكم الله نافعا. جزاك الله خيرا، بلغ ما عرفته من الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، بلغ، ادعو إلى الله، درس، ويكون هذا بالحكمة شيئا والتدرج شيئا فشيئا، وعدم المجابهة والمواجهة من أول مرة، إنما يكون هذا شيئا فشيئا وبالإقناع، إقناعهم حتى يقتنعوا، ولو لازم أنهم كلهم يطيعونك بأول مرة، لو يطيعك أفراد منهم ولو قليلين ثم ينتشر الخير شيئا فشيئا، هذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ نعم، معنى الآية أنهم ما عرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى، أن هؤلاء ما عرفوا عظمة الله جل وعلا، والأرض جميعا قبضته، هذا يدل على العظمة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا يدل على عظمة الله التي لا تحيط بها العقول والأفهام. ولكونهم لم يقدروا الله حق قدره وصفوه بالنقص والعيوب وعبدوا غير الله، هذا دليل على أنهم ما عرفوا قدر الله وعظمة الله جل وعلا. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت في منامي أن أحداً يأمرني بأمر فهل أمتثل له كما رأى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل فامتثل؟ رؤيا الأنبياء وحي حق، ما هي مثل رؤيا غيرهم، أما رؤيا غيرهم فهي احتمال، ما هي بيقين، إنما هي احتمال، ولا يجوز العمل بالرؤيا في تحريم حلال أو تحليل حرام، لا يجوز هذا، هذا انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا الأنبياء هذه حق، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام فهي وحي، رؤيا يوسف عليه السلام وحي من الله حق، أما رؤيا غيرهم فيحتمل أنها من حديث النفس أو من أضغاث الأحلام
أو تكون رؤيا صحيحة، الله أعلم، ما يجزم بأنها صحيحة وأنها رؤيا صحيحة، لكن يتوقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة لديها مال لكنها لا تريد أن تصرف من مالها فتسرق من مال زوجها، فما حكم فعلها هذا؟ عندها مال ولا تنفق منه على نفسها، هو نفقتها على زوجها بلا شك، نفقتها السكنى والكسوة والطعام والشراب، هذه على زوجها، أما ما زاد عن ذلك فهذا من مالها هي، ما تأخذ من زوجها، ما تأخذ من زوجها إلا الواجب وهو النفقة، إلا إذا سمحت نفسه بذلك فلا بأس، إنما الواجب لها على زوجها 4 أشياء: السكنى بما يليق بها، الكسوة التي تليق بها، النفقة التي تليق بها، المبيت عندها ليلة من 4 ليالي، هذا الذي يجب لها، وما زاد عن ذلك فهي تنفق من مالها إذا كان عندها مال، أو تطلب من زوجها، أو هو يعطيها من باب التكرم وحسن العشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل انتقل إلى مثواه الأخير وكذلك انتقل إلى رحمة الله؟ انتقل إلى مثواه، انتقل، نعم هو انتقل من الدنيا إلى الآخرة، وأما الأخير مثواه الأخير لا، ليس القبر هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار بعد البعث من القبور، القبور إنما هي محطة مؤقتة، برزخ بين الدنيا والآخرة، فليست المثوى الأخير، سيبعث وينتقل إلى الدار الآخرة، إلى دار القرار، ولذلك تسمى دار القرار لأنها ليس بعدها انتقال، أما القبر فهو محل انتقال، وأما انتقل إلى رحمة الله فلا بأس بذلك، هذا من باب حسن الظن بالله والرجاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل تعرضت زوجتي للأشعة السينية وهي حامل في الأشهر الأولى، ومعلوم أن هذه الأشعة تحدث تشوهات في الجنين، فأخبرنا الطبيبة فقالت إذا حدث تشوه في الأشهر الأولى فإنه يسقط تلقائيا، والآن يا فضيلة الشيخ قد خرج دم، فهل تأخذ زوجتي حبوبا مثبتة للحمل أم ندع هذا الجنين يسقط؟ وهل يعتبر من قتل الأولاد إذا تركناه يسقط؟ إذا كان له علاج فإنها تأخذ العلاج الذي يثبت به هذا الحمل ويعني يصلح أمره، إذا كان فيه علاج هذا طيب تأخذ العلاج، وهي أخطأت في أنها أخذت أشعة وهي حامل، يمكنها ما أخبرت الطبيب، ولا الطبيب ما يعمل أشعة تضر الحمل، إذا كانت حاملة لا يعملها إلا في حالة الضرورة والخطر، وأما أنها تأثم فإذا كان نفخت فيه الروح فهي تأثم وعليها الكفارة، أما إذا كانت ما نفخت فيه الروح فليس عليها كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية شركة بشركة الرحمن أو أسواق الرحمن؟ لا ينبغي هذا، يعني أمور دنيوية، وربما تكون هالأسواق فيها معاصي وفيها كذب وتنسبها للرحمن، هذا ليس طيبا، نعم هذا من سوء الأدب مع الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز تسمية الطفل باسم العبد الكريم أو العبد اللطيف بالألف واللام؟ إذا كنت لا تقصد اللطيف والكريم الله، إنما تريد وصف الطفل بأنه كريم أو أنه لطيف فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الحد الشرعي الذي يباح للرجل أن ينظر إليه من محارمه النساء؟ ما ليس فيه فتنة، ينظر إلى محارمه من النساء إلى ما ليس فيه فتنة، كالوجه واليدين والقدمين والرأس، الذي ليس فيه فتنة، ولا ينظر إلى الصدر وإلى الثديين وإلى
العضدين والذراعين لا ينظر إلى هذه الأشياء لأن فيها فتنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالدابة التي تخرج آخر الزمان وتكلم الناس، وما كيفية هذا الكلام؟ هل ورد فيه شيء؟ هذا من علامات الساعة، خروج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة الكبار، خروج الدابة تكلمهم يعني تكتب على وجوههم، هذا كافر وهذا مسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقامت إحدى حلق تحفيظ النساء للقرآن أقامت حفلاً في أحد الجوامع، يقول في اليوم الختامي تم تكريم الحافظات وكان منهن معذورات حيض، اعتزلنا المسجد وجلسنا عند مدخله، السؤال: هل يجوز مرور إحداهن لاستلام شهادتها والخروج مباشرة؟ لا بأس بذلك، دخول الحائض المسجد ليأخذ حاجة ولا تجلس لا مانع من ذلك، إلا عابري سبيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد وهي حائض، فمرور الحائض أو الجنب مع المسجد مجرد العبور لا بأس به، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابري سبيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض؟ هل يكون الاعتزال فقط لموضع الأذى أم لسائر جسد الحائض؟ موضع الأذى مخرج المحيض يعني مخرج الحيض فلا يجامعها فيه، وأما استمتاعه ببقية بدنها فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسح الرقبة في الوضوء هل يجوز أم لا؟ بدعة، مسح الرقبة بدعة، المشروع مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل برقابكم، فمسح الرقبة بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لموظف يكلف بشراء شيء لشركة مثلا كالسيارة بمبلغ فيشتري السيارة من عند أحد يعرفه بسعر أقل، هل يجوز له أن يأخذ الفرق من البائع على اتفاق معه ويكتب في الفاتورة المبلغ الأساسي مع فارق السعر؟ لا يجوز هذا من الكذب والخيانة، يكتب في الفاتورة السعر الواقع ولا يكذب ويأخذ الزيادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد إباحة لعن المبتدع؟ نعم. هل ورد إباحة لعن المبتدع؟ لعن الكافر والفاسق والظالم على سبيل العموم، أما لعن المعين هذا محل خلاف، والمبتدع لا أعلم أنه ما في لعنة الله على المبتدعين، ما أعلم هذا، إنما لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند قيامي بحفظ سورة فيها سجدة هل يجب علي السجود عند تكرار القراءة لتثبيت الحفظ؟ لا، تسجد أول مرة ويكفي، أما التكرار ما تسجد كل مرة وانت القراءة، لأن بمثابة القراءة الواحدة، التكرار بمثابة القراءة الواحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت مع الإمام وهو راكع فكبرت تكبيرة الإحرام ثم كبرت للركوع، فرفع الإمام قبل أن أكمل الركوع ثم ركعت بعد رفعه، هل هذه الركعة تعد صحيحة؟ إذا وصلت يداك إلى ركبتيك راكعاً فقد أدركت الركوع، فتأتي بالتسبيح بعد الإمام وتلحق به، تطمئن إذا وصلت يداك إلى ركبتيك أدركت الركوع، فتطمئن بعد الإمام وتقول سبحان ربي العظيم ثم تلحق بالإمام، أما إذا رفع الإمام رأسه قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك فإنك فاتك الركوع.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة يعد سنة أم يقتصر على الإشارة دون تحريك؟ خلاف بين العلماء، والأمر سهل، إن حركتها ولم تحركه الأمر سهل، ما يحتاج إلى مشادة وإلى تضليل وإلى، الأمر سهل في هذا، حركتها وما حركتها، وحتى لو ما رفعت إصبعك أصلا صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت على طهارة ثم نويت أن أحدث لكن لم أحدث، هل الطهارة تنتقض بمجرد النية؟ لا لا، الطهارة ما تنتقض إلا بيقين الحدث، يقين الحدث ووقوعه، والنية فقط لا تنقض الوضوء. إذا نويت أنك تنقض الوضوء ولم تنقضه فطهارتك باقية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحس الإنسان بخروج الريح من دبره فهل ينتقض وضوءه علما بأنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا؟ لا، ما ينتقض وضوءه حتى يجد ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يجد العلامة التي تزيل الشك وهي الصوت أو الريح، هذا يزيل الشك. أما مجرد أنك ظنيت أنه خرج ولم يخرج هذا شك، والشك لا ينقض الطهارة، اليقين لا يزول بالشك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص طاف 14 في السعي 14 في السعي جهلاً وأكمل عمرته، فماذا عليه الآن؟ ما عليه شيء، لأن المعتبر 7 والباقي هذا زيادة ولا يؤثر على العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يسأل بعض الإخوان عن توقف الدروس، هل توقفت أم أن هناك في الأسبوع القادم دروس؟ العام القادم إن شاء الله دروس في العام القادم، أما السنة دي انتهت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حق الزوجة على زوجها ذكرتم حفظكم الله من الحقوق المبيت ليلة من 4 ليال، ما معنى ليلة من 4 ليال؟ ما أظن هذا يخفى على أحد، ليلة من 4 ليال أظن هذا ما هو خافي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول المرحوم فلان؟ هذا لا ينبغي، يكره أن تقول المرحوم، لأن هذا معناه الجزم لأنه مرحوم، لكن تقول رحمه الله، بدل ما تقول المرحوم تقول رحمه الله، لأن هذا دعاء تدعو له بالرحمة، أما المرحوم هذا جزم ولا يجوز، هذا يكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمجموعة من الطلاب أن يكرموا أحد المدرسين علما بأن المدرس لا يدري عنهم، حيث تقدم له الجائزة أو الهدية بأسماء الطلاب ولا يدري عن أفرادهم؟ لا، لازم يبي يدري، إذا أعطي شيء يبي يسأل منين هذا، ما هو بجايه من السماء، يدري أنه ما هو بنازل عليه من السماء، ولا إحنا أحد إلا الطلاب حوله، فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وضع عندي مالا ثم سافر وله الآن سنة. نعم. رجل وضع عندي مالا ثم سافر. نعم. وله الآن سنة ولم أهتدي إليه، فماذا أفعل بهذا المال وهل لي أن أتصرف فيه؟ انتظر، ماله إلا سنة فقط، انتظر، فإذا أيست منه طول المدة تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن كان له ورثة أو أقارب اسألهم عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في الصف الثاني في الصلاة ثم حصلت فرجة في الصف الأول فتقدمت لأسدها، هل لي بذلك أجر أم علي إثم لأني جعلت هناك فرجة في الصف الذي خرجت منه؟ الأولى أن تثبت مكانك، وأن الصف اللي فيه الفرجة يتقاربون، أن الصف اللي فيه الفرجة يتقاربون ويسدونها هم، ولا تمشي أنت في أثناء الصلاة، وأيضا ستفتح فرجة في الصف الذي انتقلت منه، اثبت مكانك والصف اللي فيه الفرجة يتقاربون ويسدونها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من فيه سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة
وهل يجب عليه الاستنجاء؟ نعم، يجب عليه الأمران، يجب عليه الاستنجاء وأن يضع شيئاً يمنع تسرب البول على ذكره، ثم يتوضأ ويصلي في الحال لكل صلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولدي تجاوز 20 سنة، فهل أنا ملزم بأمره ونهيه حيث إنه يتأخر عن الصلاة وأحياناً يصليها في البيت؟ إذا كان يستطيع الاستقلال والعيش خارج بيتك فأطرده، إذا لم يمتثل أطرده، دعه يسكن في مكان آخر. أما إذا كان لا يستطيع العيش لأنه ليس معه شيء ولا بيده عمل فلا، فيبقى، لكن تلتزم بأمره في كل وقت تأمره بالصلاة، تكرر عليه وتلزمه بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان يبني عقارا ليؤجره في المستقبل، فهل عليه زكاة في الوقت الذي يبنيه فيه؟ لا، الزكاة على غلته، إذا حصل أجرة وحال عليها الحول يزكيها، أما وقت بنائه وإعداده يريده للتأجير ما فيه زكاة، زكاة في أجرته إذا حصل عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإقسام بسورة من سور القرآن مثل وسورة الكهف، هل يجوز؟ وهل يجوز أن يقول والكهف؟ لا، والكهف لا، أقول وسورة الكهف أو آية من السورة يحلف بها لا بأس بذلك، لأن القرآن كلام الله، كلامه صفة من صفاته، والحلف يكون بالله أو بصفة من صفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في القيء؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ ينقض الوضوء لأنه خارج من المعدة، ينقض الوضوء لأنه ليس مثل الريق أو مثل البصاق، إنما هو خارج من المعدة، طعام أو شراب خارج من المعدة، فيشبه البول والغائط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عنده شهادة فهل يجوز له أن يكتمها أم لا بد أن يبديها ليظهر الحق؟ إذا احتيج إليه فلا يجوز له أن يكتمها، أو طلبت، إذا احتيج إليه أو طلبت منه وجب عليه أن يشهد، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إذا لم يحتج إليه ولم تطلب منه فلا يلزمه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، نعم، فلو أن هناك شخص لا تمر ساعة إلا وقام يتوضأ أكثر من مرة، فهل فعله صحيح وهل يكون مطبقاً للحديث؟ والله أعلم معنى الحديث أنه يكرر الوضوء، معنى الحديث أنه يتقن الوضوء، يحافظ عليه يعني يتقنه ويسبغه ويعتني به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فهل الإعادة خاصة بمن كان كافراً قبل الإسلام؟ أن يعود في الكفر سواء، نعم، هو المراد به الردة، المراد به هنا الردة، يكره أن يرتد إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، سواء كان في الأول كافراً ثم أسلم أو كان من الأصل مسلم، يكره الردة، المقصود أنه يكره الردة عن الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين دعاء الصفة والتوسل بالصفة كقول أعوذ بكلمات الله التامات؟ الفرق واضح، دعاء الصفة تقول يا رحمة الله ارحميني، أو يا مغفرة الله اغفري لي، الصفة لا تدعى، إنما يدعى الموصوف ويتوسل إليه بالصفة، يقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفار أو يا غفور اغفر لي، يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. فيه فرق بين التوسل بالصفة، هذا مشروع، وكذلك الحلف بالصفة هذا لا بأس، مشروع، أما دعاء الصفة فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الصفة ليست شيئا زائدا عن الموصوف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من أصيب في يده ثم لف عليها ضمادا طبيا أن يمسح عليها في الوضوء، وماذا يجب عليه في الصلوات التي صلاها بدون مسح؟ نعم، إذا كان على يده ضماد على جرح أو كسر فإنه يمسح عليه عند الوضوء ويكفي عن غسل ما تحته. وإذا غسل اليد ومر الماء على الضماد هذا يكفي عن المسح، إذا مر بنية غسل ما تحته هذا يكفي عن المسح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حصل بيني وبين إمام المسجد مناقشة لأن هناك عمالا يأخذون الماء من البرادة ومن دورات المياه الخاصة بالمسجد لغسيل السيارات، فأخبرته بأن هذا لا يجوز لأن الماء وقف، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا الكلام صحيح، ولا يعبثون بماء المسجد، يأخذون البرادات ويتركون الناس يشربون من الماء الدافي غير البارد، هذا لا يجب. يجب أنهم يمنعون من هذا، بل يمنعون من تمسيح السيارات، يخلون أعمالهم الآن ويروحون يمسحون السيارات، هذا يجب منعهم من هذا، لأنهم ما يجيبوا يمسحون السيارات، يجيبون العمال يشتغلون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخي يفقد كثيرا من المال من محفظته بين فترة وأخرى، وكذلك الزوجة زوجته تفقد الذهب الخاص بها في البيت ولا يوجد معهم أحد، فأخبرتهم أن هذا شيطان ويقوم بالسرقة من البيت، وأن عليهم قراءة سورة البقرة كل يوم، فهل قولي هذا صحيح وهل توجيهي صحيح؟ وش أدريك أنه شيطان، فما أن عندهم أحد يدخل عليهم خفية ويأخذ من أموالهم، ولو قرأوا سورة البقرة لصار سارق ما تمنعه. على كل حال يحفظون مالهم، عليهم أنهم يحرزون مالهم ويحفظونه ويغلقون عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثواب صلاة الجنازة في الحرم المكي هل هو مضاعف كالصلاة كذلك؟ دعاء المسلمين، يعني يراد بذلك كثرة المصلين في المسجد الحرام، والكثرة فيها فضل بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح هذا السلم بأن أعطي رجلاً 100 ريال على أن يرد علي بعد سنة تمراً بقيمة 120 ريالاً، أم يكفي تحديد كمية التمر فقط دون المبلغ؟ يكفي تحديد كمية التمر، تعطيه 100 ريال على أن يرد عليك 120 كيلو بعد نهاية الأجل المحدد، فتحدد الكمية ولا تحدد قيمة التمر. نعم. يقول لأن هذا يشبه الربا، إذا حددت صار يشبه الربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما معنى قوله سبحانه ما تتلو؟ تتبع، ما تتلو ما تتبع، وكان الشياطين يتبعون السحر، يتبعون السحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث أم أنهم مثل الكفار لا يؤمنون بالبعث؟ يؤمنون بالبعث، أهل الكتاب يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالرسل في الجملة، فعندهم إيمان في الجملة، ولذلك صاروا أحسن من الوثنيين ومن الملاحدة، صار لهم معاملة خاصة عند المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تزيين المسجد بكتابة لفظ الجلالة الله وبجوارها لفظ محمد حيث وجدت في مسجد، فنصحت إمام المسجد ولم يزلها، هل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز هذا، أولا أنه كتابة في المسجد وإشغال المصلين بالقراءة، قراءة الكتابة، وثانيا أن هذا في غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جعل اسمه معادلاً لاسم الله في الجدار، فهذا يمنع من وجهين، أنه عبث في المسجد وأنه أيضاً فيه غلو بالرسول بجعله محاذياً
في لفظ الجلالة مساويا له، لو قيل الله جل جلاله محمد رسول الله يكون الأمر أخف، لكن الله بس كذا ومحمد كذا لا، هذا ما يصلح، لابد يكون جملة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.